كيف ندخل الحرف الناسخ والفعل الناسخ على الجملة؟ أول ما تشوف الكلمة دي دخل ناسخ أو بدل الناسخ لازم تفتكر ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، عند إدخال فعل ناسخ كان أو كاد ارفع المبتدأ، انصب الخبر، اجعل خبر كاد فعل مضارع، وضع إن قبل الفعل في المقاربة والراجع. يبقى ثلاث مهمات هتعملهم. لو فعل ناسخ ترفع المبتدا وتنصب الخبر وتخلي الخبر كاد واخواتها يبقى فعل مضارع، ولو الفعل ده في مقاربه ورجاء هتحط له ان قبله. طيب عند ادخال حرف ناسخ ان واخواتها ولن فعل الجنس هتعمل ثلاث مهمات، انصب المبتدا، ارفع الخبر، اجعل خبر لن فعل الجنس نكره او مضاف لنكره، يعني يا نكره يا اما مضاف لنكره. دول الثلاث مهمات اللي هتعملهم. في قاعده على جنب كده خلي بالك منها، اللي هي التوكيد المعنوي. استخرج توكيد معنوي، ابحث عن كل جميع نفس عين كلا كلتا مع ضمير، كلا مع المفرد مبتدا ثاني. يعني لو جت كلاهما وكلتاهما بعد يوم مفرد ما يتعربش توكيد معنوي، يتعرب مبتدا ثاني. طب هيفرق فيه؟ لا يفرق. لو توكيد معنوي ياخد نفس الاعراب، لما مبتدا تاني يبقى هيفضل مرفوع على طول. طيب دول الثلاث قواعد اللي لازم اكون حافظهم قبل ما احل الاسئله. اطبق بقى. سؤال رقم 39 سنه 2021 ادبي، بيقول الطبيبان كلاهما ذو همه في الازمات، دين التغيير بعد ادخال ان. دخل ان قلنا هنعمل اول خطوه ننصب المبتدا، يبقى ان الطبيبين. خلاص. طيب نرفع الخبر، السؤال بقى فين الخبر؟ لا كلاهما ذو، كلاهما دي ذو، يبقى كلاهما بعدها مفرد، يبقى كلاهما دي مش توكيد معنوي، كلاهما دي خبر مبتدأ تاني، يبقى يفضل زي ما هو مبتدأ تاني، يبقى طبيبان كلاهما ذو همة، والجملة كلاهما ذو همة هي كلها خبر إن أنا حطتها، يبقى إن الطبيبين كلاهما ذو همة، هو ده الصح اللي موجود. طيب ليه ما قلتش ان الطبيبين كليهما؟ قلنا كليهما دي مش خبر ولا توكيد عشان تاخد نفس الاعراب، دي مبتدا تاني في جمله جديده اتعملت مبتدا تاني. طيب تطبيق تاني برضو سنه 2021، ليس ذو المروءه بالطعام، بين بعد ادخال لنا في الجنس. طبعا ليس دي من اخوات كان اخواتها اللي بترفع اسمها وتنصب خبرها، وكده بتبقى خبرها فعل، ولان فعل الجنس تبع حروف الناسخ تنصب اسمها وترفع خبرها، ولا لازم يكون نكره او مضاف للنكره. طيب هتدخل لا، يبقى لا تعمل ايه؟ هتنصب الاسم، يبقى لا زا، وترفع الخبر طعام، يبقى لا ذا المروءه طعام. طيب ثالث حاجه بقى ايه؟ لازم خبر لن فعل الجنس يكون نكرة أو مضاف لنكرة. لو قلت ذا المروءة طعام، لا ذا المروءة طعام، يبقى لا ذا صح كده، المروءة ده الغلط بقى. ليه؟ لأن ذا أصبحت معرفة لما جاء بعديها معرفة. لازم اسم لن فعل الجنس يكون نكرة أو مضاف لنكرة، لكن ذا المروءة ده مضاف للمعرفة، يبقى أول واحدة غلط. لا ذو غلط على طول كده غلط. ليه؟ لأن أول مهمة بننصب الاسم، ونصب ذو تبقى ذا، لأن دي من الأسماء الخمسة بترفع بالألف وتنصب بالواو ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرب الياء. طيب تالت اختيار لا ذي برضه غلط، لأن ذي دي مجرورة وأنا محتاجها منصوبة. طب الأخيرة بقى لا ذا مروءة، أيوه يبقى نكرة ومضافة لنكرة. طعام هي دي الصح، لأنها اسمها منصوب وخبرها مرفوع واسمها نكرة ومضاف لنكرة وليس معرفة. التطبيق الثالث 2021 برضو امتحان ثانوية عامة، السؤال رقم 48، لعل أبناءنا بانون مستقبلهم. طيب عاوز أحط بدأ، قلنا لو هتحط بدأ يبقى تحط كان وأخواتها. كان وأخواتها ثلاث مهمات، ارفع المبتدأ يبقى بدأ أبناؤنا، الهمزة اللي على السطر تبقى على الواو، والخبر لازم يكون فعل،
تنصب الخبر والخبر في بدأ وكان بكاد وأخواتها لازم يكون فعل يبقى يبنون ولازم الفعل يكون مرفوع لأن في أفعال الشروع ما تحطش قبلها إيه لكن لو كاد مثلا يبقى كاد أبناؤنا أن يبنوا لكن هنا بدأ من أفعال الشروع ده يتحط إن لكن أفعال المقربة والرجاء ما يتحطش قبلهم إن يبقى الصح بدأ أبناؤنا يبنون. جزاكم الله خير.